السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون، وتتابعون في عناوينها. الرئيس الموريتاني يواصل زيارته لولاية الحوض الغربي، ويصل مركز عين فربة الإداري قادما من مقاطعة الطينطان. حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية يقول إنه يرفض أي مساس بالدستور الموريتاني خصوصا في الظرف الحالي. والعشرات من أهالي السجناء المحالين إلى بئر مقرين يحتجون أمام وزارة العدل ويؤكدون رفضهم لقرار الإحالة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تتواصل زيارة الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز لولاية الحوض الغربي، حيث زار هذا المساء مركز عين فربة الإداري قادما من مقاطعة الطينطان، ثاني محطة له في زيارة الولاية. وخلال وجوده بمقاطعة الطينطان، زار الرئيس توسعة الشبكة الكهربائية في المدينة والمركز الصحي هناك، كما زار معرضا للمنتوجات النسوية وإحدى المدارس الابتدائية. من ناحية أخرى، يطالب سكان مقاطعة الطينطان بالعديد من المطالب يتوخون أن يتم تحقيقها بعد الزيارة التي أداها الرئيس للمقاطعة، وفي مقدمة هذه المطالب توفير المياه والكهرباء. نتابع فيما يلي جانبا من تلك المطالب. قدرات المدينة فيمشي وعدلوا فيمشي ما فات امتس قدر كيف الطينطان لا لباس. تقدم لي شهر ذلك حرك في جهة الرئيس سابق ذاك ما كان لا عادي، كان شغلة لا الوتات يحركوا يا غير الشغلة ما يخالق. اقول لهم قريب ذاك من الشهر والله 15 يوم متحركين. هاي المقاطعة تعاني من الكثير جدا، وحقيقة قاعد احنا نقدر ما نقول لكم شبه اللي واضح لكم من خلال انتم تراعوا فيه معاناة، ولكن هناك معاناة قد ما تشوفها كنقص في المياه، يعني نقص في الكهرباء، نقص في الأشياء، عدم دعم لهذه المقاطعة، وعدم يعني المبالاة بها، وعدم النظر إليها، وعدم في الحقيقة من 2007 والله سابق 2007 هذه المقاطعة تعاني من الكثير والكثير جدا، ولا يعدل مولي منه شيء، اللي يعدل كامل يعود لا رمزي والله يعود يعني لا ما هو معدل حقيقة قبال. أولا المشاكل اللي هون في الطينطان ياسرة ولا قد يحصرها حد في دقيقة ولا هنتين، منها كي قال الأخ قبلي منها المياه، إن المياه ما هي متوفرة، نهار يجي ونهار ما يجي، منها مولي هذا قضية الكهرباء، فيه أحياء هون ما تلقى وصلتهم، وفيه مشاكل كثيرة، والشباب مولي خاصة هون هاول يدرسوا منهم هون عندهم مشاكل الاكتظاظ. التراب هون طلعت لنا برزة حمراء ما فيها الماء ما فيها ضوء، إلى الآن ما زال ما فيها الماء ما فيها ضوء. خاقين دايات الى حاجه طالي يقدو قطو قدام يوم 28 نوفمبر عقب ياك تفاو، والناس الثانية رايهم كلها طيح على فويهم خاق لهم ما يجيب على الشريط والله ما يخلق الله الحاسب. الطينطان منكوب من 2007 والله بداية 2008 وما زال الآن منكوب، قط رصدت له السعودية 5 مليارات زيادة، وتلقات لهم الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودارتهم منشآت الدولة الخاصة، والطينطان القطع الارضيه وقسمت بالفعل وقسمت يا غير عادتي اللي تنطالي انا قطعه ارض نلحق فيها خويا من درا كاني نتضايق معاه والله عاد عندي روسي وتوه بتش مطروح وتوه. الى مدينه العيون، حيث احتج عدد من الاطر والناشطين بالمدينه على عدم ادراج اسمائهم ضمن اللائحه التي ستلتقي بالرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز لحظه وجوده هناك، ما جعل الرئيس يلغي الاجتماعه ليعود إليه بعد ذلك. نتابع. توسط الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز أطر ولايات الحوضين، وأراد الاستماع لصانع القرار والزعامات التقليدية والاقتصادية في الولايتين، لكن الرئيس ووفقا للبعض تفاجأ من مستوى تعاطي الأطر في لقائه معهم، حينما كان الحديث يسير في اتجاه واحد هو الثناء والإشادة والتلميح إلى ضرورة التعديل الدستوري وفقا للسادة الأطر.
تسابق الأطر الحديث جعل الرجل يعلق اجتماعه مع أطر الحوض الغربي، خصوصا بعد أن تعالت الأصوات والشحناء بين القوم في من سيحدث الرئيس أولا. وتلك سيئة طالما رافقت أطر الولايات الداخلية حينما تعلو المصالح الذاتية الفردية على مصالح المواطنين. المكاشفة والمصارحة التي طالب بها الرئيس ويل عبد العزيز تصدرت أجندته خلال اللقاء، فيما فضل الأطر أن يتجاوزوا ذلك بالعودة إلى مربع الثناء والمبايعة التي تتجدد كلما تغير النظام، وهو ما عكس عدم ارتياح الرجل لتدني الخطاب في لقائه مع الأطر. فمتى تستفيق طبقة الأطر في موريتانيا وتعيد صياغة حديثها مع رعاة الشأن العام؟ ومعنا في الاستوديو للتعليق على موضوع زيارة الرئيس الموريتاني الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم عمر والمعطلة، أهلا وسهلا سيد الأمين العام. أهلا وسهلا، مرحبا سيد. بداية، كيف تقرؤون حصيلة زيارة الرئيس حتى الآن؟ على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناتكم على هذه الاستضافة. في رسالتين يمكن أن نجزم أنهم وصلوا. الرسالة الأولى هي حجم الإنجازات والمشاريع الكبرى اللي قام بها فخامة رئيس الجمهورية وتفقدها. الإنجاز الثاني هو حجم الاستقبالات والكثافة الشعبية والحماس والتفاف مواطنين وراء شخص فخامة رئيس الجمهورية. النقطة الأولى على النقطة الثاني. النقطة الأولى اللي هي الإنجازات ما اقتصرت على الزيارة، لأنها ما اقتصرت على الجانب الثاني، لأن الجانب الأول كل حد يعرف عن هاي السنة الماضية سنة 2014 عنها شهدت صرف أكثر من 110 مليارات من الروكية في المشاريع الكبرى، والمشاريع اللي استراتيجية كمشروع ظهر هذا المشروع مشروع عملاق وله يسقي المدن اللي في الحوض الشرقي كامل وله يقض حتى يلحق العيون. طيب وهذا هذا دائماً. هذا مشروع عملاق ومشروع كبير فيه المشاريع الاخرى اللي تكلمنا عنها كيف شبكه الطرق. طيب شبكه الطرق الكبرى اللي ما يقد حد يشكك انها كامله مشاريع ذات المنافات ودشن ومنافات ومن مبارك معاه كيف ربط النعمه. طيب زياره ربط النعمه باسكنه. طيب الزياره كشفت عن حراك اللي ما زال منها لاخ مسكين. طيب الزياره كشفت عن حراك قوي احتجاجي مطلبي في الحوضين يطالب اساسا بالمياه والتعليم والصحه، بخلاف الزيارات السابقه للرؤساء السابقين لم تكن تبرز بها كل هذه المطالب. على كل حال الرئيس فخامة الرئيس محمد عبد العزيز ذهب إلى المواطنين ليطلع على مشاكل المواطنين واللي تنطرح عليه مشاكل المواطنين واللي جايب حلول لهذه المشاكل. من بين هذه المشاكل مشاكل المياه، هذا آفطوط مشروع أظهر واضح أنه من المشاريع اللي مطالبين بها السكان واللي فاصلين فيها واللي مبارك المعدلها من 50 سنة ما قط حد تخمم عنه يسقي ولايتين بدفعة واحدة مشروع عملاق ويجيب له التمويل ويبدأ فيه. دور تعودوا شفتوا التيو فات الحكم طرح فيه. طيب بعض التجمعات هذا 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 هذا, هذا, هذا واضح أنا فخامة الرئيس يتفاعل ويطلع على على على. طيب هناك جانب آخر وهو التجمعات القروية التي أنشئت قبل سنوات، الملاحة أن بعضها لا يزال متعثر ترمس الملحس أو كار وغيرها. متعثر كماذا؟ لما يبرح بعده أي مرحلة لم يقطع أي خطوة حتى الآن. على كل حال قطع خطواته، هو على كل حال من المشاريع الكبرى اللي هذا اللي قال له المشروع الاستراتيجي لرئيس الجمهورية لتثبيت السكان. هذا الرئيس عدل
مشاريع كيف هاي مشاريع المدن اللي لها تعود فيها تجمع للسكان، يعود فيه الخدمات الأساسية كيف التعليم وكيف الصحة وكيف الماء وكيف الكهرباء. وعلى كل حال بداية جيدة. وفقل من خمس عمان قلت في المرة الماضية عن بناء دولة ما قد حد يتوخاه يغير ذوك والسكة طرحت ولا يتمشي عليها. طيب هناك جانب آخر وهو ملاحظ، يعني أن الرئيس وجه في هذه الزيارة لوم لبعض المسؤولين بأنهم يغالطونه. أنتم في الحزب الحاكم كيف تردون على اتهام إخفاء الحقائق عن الرئيس؟ على كل حال التفاصيل اللي على كل حال ما نعرف قاعد أنتم جابرين منين، ما هي هي اللي مطروحة. المطروح النقطة الثانية وهي الرسالة الثانية، التجاوز البشري الكبير اللي عند جميع سكان الولايتي. ما في محطة التجاوب الوحيد، لكن تقديم اللون أيضا موجود. تقديم اللون تقديم اللون للمسؤولين بأنهم يخفون الحقائق، أنتم كيف تردون عليه؟ ما في محطة ما عبر بها الشعب الموريتاني عن التفافه وعن امتنانه وعن سعادته بأن رئيس الجمهورية طلع لمشاكله. أيضا يرفعون مطالب، يرفعون مشاكل، والرئيس يلوم بعض المسؤولين على إخفاء الحقائق، أنتم كيف تردون على ذلك؟ على كل حال إحنا هاي ما محاكمة، نحن اللي نقوله عن جميع المشاكل الرئيس مش إياك يطالع عليه، وعنه اللي شاف منها واللي شاهد منها واللي نقال له منها عنه أصلا متبارك معه أدبير إياك يحلو. طيب هل اطلاعه عليها والذهاب من أجل الاطلاع عليها يعني عدم ثقة في المسؤولين الذين أصلا هم مسؤولون وينبغي أن يوصلوا مطالب هؤلاء إلى الرئيس؟ قضية المطالب وقضية يوصلونها وقضية هذا على كل حال أمور بالنسبة لدول ثانوية. اللي أساسي هل هذا الرئيس عنده رؤية مستقبلية؟ هل هذا الرئيس عنده مشاريع جبهة؟ سولوني عن ندره كان الناس مبارك المعصيفة تشرب بها، سولوني كان الناس ندره كان متبارك المعصيفة لا يعدل لهم بها تعليمهم بصيفة جدية وبصيفة تجسد هذا الاختيار اللي عن سنة 2015 يتعود سنة التعليم. سولوني كان الأطباب مبارك معهم، سولوني كان المواطنين أنفسهم طرح حد منهم مشكلة ما وصلت لهم. هذا هو اللي الله ينطرحه، هو اللي مطروح. أما تساؤلات الأخرى اللي بدأوا بها أقطاب من أقطاب المعارضة، هذه الزيارة شنو مفهوم منها وش دور منها وش مدجور منها؟ واضح مدجور منها أن رئيس الجمهورية يتفقد مواطنين، رئيس الجمهورية جاي مشاريع عملاقة المواطنين. وكيف قلت خالقين رسالتين بلغوا، الرسالة الأولى وصلت المواطنين عن جميع المشاريع اللي مرصودة لهم عنها مبارك معاها ومتابعة، وانها لا تعدل كي مشروع المياه، مشروع الألبان، مشروع أعلاف الحيوانات في مناطق رعوية، مشروع الصحة، مشاريع شبكة الطرق. هذا هو اللي دور المواطنين، هم اللي عبروا عنه، وهو اللي جاب رئيس الجمهورية. طيب النقطة الثانية اللي واضحة ويلا تعلم واللي قاطعة هاي التساؤلات كلها هو تجاوز المواطنين هو يلا يسولوا المواطنين عن بكرة أبيهم. ما في محطة ما برهنوا للناس هون في مناقشات المشككين عن هذا كان موفق وأنه جهبل له. لكن هذا ليس جديدا على المواطنين، نعتل العالم إلى عاد في حد. ليست المرة الأولى التي يقام بها هذه، هذه المرة الأولى اللي مفتوحة الحريات على مصراعيها. ما فيه دار ما فيها تلفزيون تعيط، ما فيه بليدة ما فيها مئات الصحف، ما فيه حد يبقى يقول شيء ما قالوا، ما فيه حد يبقى يعدل شيء ما قالوا. لماذا ما تسولوني لماذا ما خلقوا ثورات وخلقت رواية ما خلقت بهاش به المواطنين كاملين راضيين ربما متمكنين. خرج عن الموضوع ما الآن ما هو جانب ما آخر ما فهم لا ما فهم حد مفروض على يعبر عن ارتياح ولا في حد ما عبر عن ارتياحه. أنا نختيركم تحلوا لها لغز، لماذا هذه ألاف هو يلا حد يحترم الناس؟ هذه مئات الألاف اللي فيها الأطر واللي فيها المزارعين وفيها الفلاحين وفيها المنمي اللي حنين اللي كاملة كلمتها واحدة عن هذه الزيارة موفقة، عن الرئيس جاب لهم مشاريع وعنه عدل لهم مشاريع
ما كانوا يحلموا بها، وعن متبارك ما عدلهم. لا يقول واحد هنا هذا يقوله المواطنون في كل مرة ولكل رئيس. على أي أشكرك الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم الأستاذ عمر المعطلة، شكرا جزيلا. على كل حال أنا مولي أشكرك ونأكد للشعب الموريتاني والمناضلين والناضلات في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أن رسالتي الرئيس وصلتها. طيب الرسالة الأولى للمشاريع الكبرى اللي قام بها، الرسالة الثانية التفاف الشعب الموريتاني حول مشاريع الرئيس ودعمه، دعم الشعب الموريتاني لخياراته وتأكيدهم أنهم ثقتهم داروا هذا الراجل وأنه ما خيب لهم. طيب شكرا جزيلا لك من جديد أيضا الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم عمر والمعطلة. شكرا. يطالب سكان تجمع قرى الملحس بولاية الحوض الغربي بتوفير إعدادية تسمح لأبنائهم بمواصلة الدراسة بالقرب منهم بدل المغادرة إلى إحدى المناطق الأخرى، كما يشكو المركز الصحي الذي تم بناؤه وتجهيزه على حساب الساكنة من الاكتظاظ نتيجة كثرة الإقبال عليه. نتابع. تجمع قرى الملحس في ولاية الحوض الغربي يمثل أحد النماذج البارزة لتجارب التقري المنتظم، حيث تأسس هذا التجمع المكون من مجموعة قرى ضمن مساع قادها السكان قبل سنوات تماشيا مع دعوات الحكومة للقضاء على التقري العشوائي، غير أن سكان تجمع قرى الملحس يبدون استياءهم من غياب العديد من الخدمات العامة، فتجمع هذه القرى يتوفر على مركز صحي تم تجهيزه بالكامل على حساب الأهالي قبل أن توفر له وزارة الصحة طاقما طبيا مكونا من 3 أشخاص، لكنه أصبح يشهد اكتظاظا وإقبالا يفوق طاقته الاستيعابية، حيث أصبح قبلة للمرضى القادمين من قرى يبعد بعضها أكثر من 70 كيلومترا. نقطة تجمع قرى الملحس ذات كثافة سكانية عالية والإقبال البعض لها جيد، حسب لازم فترة الموسم الخريف يكثر فيه الملاريا وبعض الإجابات الأخرى. مطالب تجمع قرى الملحس بتوفير إعدادية لأبنائهم لا تزال في انتظار من يلبيها، ويقول السكان إن تكاليف توفير باصات لنقل التلاميذ من قراهم إلى إعدادية دويرارة أرهقتهم. قرى الملحس هذا قرى ضمتهم تجمع قرى المدارس عدلهم في بلايدة تجمع، وذلك المدارس يخرجوا للسنة ما بين 40 و50 طالب، وطالبي من جزاهم الله خيرا هذا الشباب قامنا بشراء هذه الباصات لهم، ولكن عنهم عادوا عاجزين عن نقل الطلاب. قرى الملحس التي تتوزع تبعيتها الإدارية ما بين بلديتي حاسي سيدي ودويرارة، يقول سكانها إنها أضحت مشتتة بفعل انعكاسات هذا التقسيم الإداري، مطالبين بضمهم إلى إحدى البلديتين أو استقلالهم في بلدية جديدة. السد سنعان منه إنما هو هذا التوزيع تقسيم الإداري الواقع عنه، لأن أسرة واحدة ولا يحول بيننا ما هو ذا الطالي اللي ترعوا فيه ذا الطالي، ومن أسرة واحدة هي 4 قرى وتلتف كانت حولها 6 ثانية. واقع الخدمات العامة في قرى الداخل الموريتاني يشهد ضعفا شديدا، وغالبا ما تبرر السلطات الحكومية هذا التردي بانعكاسات التقرير الفوضوي التي تعترض خططها لتوفير هذه الخدمات، غير أن القائمين على العديد من القرى النموذجية يشكون مما يصفونه غياب التشجيع الرسمي لهذه المبادرات. إلى خبر منفصل، حيث أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل عن رفضه لأي تعديل دستوري خصوصا في الوقت الراهن، معتبرا أن أوضاع البلد لا تحتمله وأن أي حديث عنه الآن لا يمكن تفسيره إلا بأنه مفصل على المقاس. وأضاف تواصل في بيان صادر عنه أنه حينما يكون البلد في وضعية سياسية طبيعية بعد تناوب يفرضه الدستور الحالي، يكون حينها من الوارد الحديث عن طبيعة نظام الحكم الأنسب والأفضل، ووقتها فإنه سيطرح خياره بكل وضوح. يمثل وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يزيد بيه المحمد محمود يمثل موريتانيا في المؤتمر الدائم للسمعيات البصرية في دول البحر الأبيض المتوسط،
ويناقش الملتقى المنظم بمالطا دور وسائل الإعلام في القضايا المرتبطة بالهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. احتج العشرات من أهالي سجناء الخزينة العامة المتهمين بتهم تتعلق بالاختلاس والمحالين إلى سجن بيرمغرين أمام وزارة العدل بنواكشوط منددين بترحيل ذويهم، ودعا المحتجون إلى إطلاق سراح المعتقلين نافين التهم الموجهة إليهم ومؤكدين ألا مسوغ قانونيا لترحيلهم إلى خارج العاصمة. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. العشرات من أهالي ما بات يعرف بسجناء الخزينة العامة المسجونين بتهمة اختلاسات مالية والمحالين إلى سجن مدينة بيرمغرين يحتجون أمام وزارة العدل بنواكشوط تنديدا بإحالة ذويهم ورفضا لما قالوا إنها إجراءات غير قانونية طبعت ملف السجن والإحالة. نحن في دولة قال على دولة قانونية، ويا ليت نحمي القانون ما قد العودوا قلنا نحمي القانون، ونحن في نفس الوقت نخون القانون ونقيروا وشرعوا مسائل اللي ما هي قانونية، هذا مرفوض أولا. تنوعت الشعارات واللافتات التي رفعها المحتجون هنا، لكنها صبت في مصب المطالبة بتبرئة المعتقلين وإطلاق سراحهم، وهي ذاتها اللافتات التي رفعت قبل أيام خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن سجناء الخزينة العامة، قال فيها المحامون بذات قول الأهالي، كما نفوا أن يكون للإجراءات والظروف التي اكتنفت ملف المعتقلين أي سند قانوني. حد ينقبض من سجنه الطبيعي وعن قاضيه الطبيعي ويرتفد فجرا عنوة قسرا، معناته أن هذا هو الفوقاني من المعاملة لا إنسانية والمذلة، وتم فيها انتهاك حرمتهم وتم فيها ملي، هذا يعتبر حسئلين وعودهم مات لو تابعين القاضي اللي هو قاضيهم الطبيعي، معناته أنهم عادوا تحت شنقال وحاجز تعسفي، وذلك معاقب ملي معاقبة النصوص. هذا وسبق لأهالي أن نظموا اعتصامات ليلية أمام السجن المدني في نواكشوط طالبوا خلالها بعدم ترحيل ذويهم إلى خارج العاصمة قبل أن يفاجأوا لاحقا بترحيلهم إلى ولاية تيرس الزمور، وهو ما اعتبروه نفيا قسريا وإجراء يتنافى ومقتضيات القانون الموريتاني. نظم بالعاصمة نواكشوط ملتقى لدعم التكوين الفني والمهني ومحاربة الفقر والأمية، ويقول منظم هذا الملتقى الذي يشارك فيه حوالي 500 شخص إنهم يسعون من خلاله إلى خلق فرص عمل تسهم في امتصاص البطالة المنتشرة في صفوف الشباب الموريتاني. نتابع. ملتقى بنواكشوط منظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي يسعى وفق منظميه إلى دعم التكوين الفني والمهني ومحاربة الفقر والبطالة في موريتانيا بمشاركة أكثر من 500 مشارك. هذا المشروع بدأ في نهاية 2012، مستهدف فيه تكوين المكونين، فيه بناء الورشات، فيه شراء المعدات واللوازم، فيه اعتدال البرامج الجديدة وممول من طرف البنك الدولي. المشروع الذي تبلغ كلفته حوالي 28 مليون دولار ينتظر أن يتم تنفيذه على مدى 5 سنوات. يقول بعض المشاركين فيه أنه سيمكن من تحسين خبرات المؤسسات والرفع من مستوى المكونين. ما انفيزاجينا 2000 عدلنا اتفاقية مع المشروع، علينا له انشقلوا بإذن الله 2000 شاب، عدلنا اتفاقية ووقعناها، وفتنا عدلنا منها تقريبا حوالي 700 وبإذن الله متواصلين فيه، ولا يستفاد الشباب من التكوين إياك أنه يعود فاعل في السوق العمل. فهل سيلبي هذا المشروع المرتقب الحاجيات المتزايدة لسوق العمل في موريتانيا ويسهم بشكل فعلي في الحد من الفقر والبطالة المنتشرة في صفوف الشباب العاطل عن العمل؟ أم أن حجم إسهاماته في تحقيق الأهداف المرسومة له سيكون محدودا؟ نظم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وقفة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية تضامنا مع عضو المجلس الطلابي بالاتحاد عمر والمحمود الذي قالوا إنه تعرض لضرر من طرف أحد حراس الجامعة، تعرض لاعتداء عفوا من طرف أحد حراس الجامعة
وندد الاتحاد بهذه الحادثة محملا عمادة الكلية المسؤولية فيما حصل، مؤكدا استمراره في الدفاع عن الطلاب. هذه الحادثة للأسف اللي تعرض لها عضو مجلس طلاب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عمر المحمود على يد أحد عمال أحد الحرس الجامعي، هي حادثة شنيعة هي سابقة لأوانها للأسف أن يتم الاعتداء على أحد طلاب الجامعة، وبعد ذلك عضو نقابة كبيرة من هي نقابة الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا. نحن في هذه الوضعية نحمل المسؤولية لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية ونطالبه بأن يتم فصل هذا العامل وبشكل فوري، لأن قدسية الطلاب هي أطم شيء عندنا، ويجب عليهم أن يتم فصل هذا العامل وبشكل فوري، وإلا فإننا نحن سنتقدم في خطواتنا النضالية إن شاء الله، والاتحاد الوطني لن يسكت على هذا النوع من الأفعال، ولن يسكت على تعدي حرية الطالب وعلى قمع الطلاب وعلى انتهاك حريتهم. فاز فريق توجونين على فريق تجمع أمن الطرق بستة أهداف مقابل ثلاثة، ليخطو بذلك خطوة جديدة على سلم الترتيب قد تؤهله ربما إن استمر في سلسلة انتصاراته للالتحاق بركب فرق دوري درجة أولى. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. ضيف ثقيل ذاك الذي حل هذا العام على دوري درجة ثانية، أبناء مقاطعة توجونين الذين خرجوا من بين أزقة الحي الإداري بحثا عن مكانة بين فرق دوري المظاليم، وفعلا تحقق لهم ما أرادوا وبرزوا بشكل لافت من بين الفرق المشاركة لهذا العام. آخر محطة لتوجونين كان ضد نادي تجمع الطرق الذي أصبح بدوره في مصاف ضيوف دوري درجة ثانية، لكن نادي توجونين لم يكن رحيما بكتيبة تجمع عن الطرق حيث دك شباكها بسداسية من الأهداف مقابل ثلاثة ليضع بذلك قدما في الدوري القادم وأخرى ربما تكون في دوري درجة أولى. فنتائج الفريق توحي بأنه ربما يواصل سلسلة انتصاراته ويحل ضيفا على الدوري الموريتاني درجة أولى، حينها ربما يكون لأبناء الحي الإداري مآرب وأحلام أخرى. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. الرئيس الموريتاني يواصل زيارته لولاية الحوض الغربي، ويصل مركز عين فربة الإداري قادما من مقاطعة طينطان. حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية يقول إنه يرفض أي مساس بالدستور الموريتاني خصوصا في الظرف الحالي. العشرات من أهالي السجناء المحالين إلى بير مقرين يحتجون أمام وزارة العدل ويؤكدون رفضهم لقرار الإحالة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة. دمتم في أمان الله.